جينا عدد دلوقتي فقره الهاند بريك احنا النهارده هنشد الهاند بريك على حاجه مختلفه تعالوا نشوف الهاند بريك فيها ايه النهارده هنشد الهاند بريك النهارده على مشكله حصلت من فتره حصل حادثه على طريق جوزيف تيتو الحادثه دي عملت صدى كبير قوي في البلد ناس كتير قوي اتكلمت عليها في عربيه عدت من على المطب من طريق المتجه للحرفيين طريق جوزيف تيتو قدام السندبات العربيه طلعت من على المطب وبدات تجري مع عربية تانية ده على حسب ما الناس بتقول فطلعت العربية من, من, من عربية يعني بيطلع من, من عربية العربية لقى ميكروباص الميكروباص اتخبط في العربية طلع كان في شباب واقفين بموتوسيكلات خبط فيهم وطلع على الرصيف خد عمودين وفي ناس ماتت وفي ناس اتصابت الكلام اللي اتقال في القصة دي كتير قوي اللي قال الميكروباص هو اللي خبط العربيه خلت العربيه خبطت الشباب بتوع الموتسيكلات واللي قال ده الشباب بتوع الموتسيكلات كانوا واقفين اصلا في الشارع بيلعبوا بالموتسيكلات فلما العربيه جت ما عرفتش تفاديهم فخبطت فيهم في الاخر كل الكلام متاح واي حد يقدر يقول اللي هو عايزه لكن التحقيقات لغايه دلوقتي شغاله عشان نعرف مين السبب في المشكله واحنا كاسره اون بنعزي اهالي ضحايا الناس اللي ماتوا مهما كان اللي حصل مين غلطان او مين مش غلطان مين السبب لكن في الاخر في ناس ماتت الله يرحمهم في النهايه عندنا مشكله مين بقى السبب فيها دي هتبان في نتيجه التحقيقات اللي لسه شغاله لكن في تهور في تهور في اهمال من ناس واقفه جوه الشارع على طريق مفتوح في في اخطاء من ميكروباصات ماشيه بتقف في اي حته في في لغايه دلوقتي البلد ما فيهاش تراكات كفايه علشان كل الناس اللي بتبقى في الشارع دي تبقى جوه تراكات في كلنا غلطانين حتى الاعلام كمان غلطان لان احنا بدل ما نركز على ان احنا نكبر رياضه السيارات بنركز دلوقتي ازاي نهدم رياضه السيارات الموضوع ملوش اي علاقه خالص برياضه السيارات عشان نبقى متفقين يعني التهور ده عامه موجود في مصر بقاله كتير ولسه لغايه دلوقتي ما انتهاش وكل فتره بتحصل حادثه بنقعد نتكلم 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 لكن ما بنعالجش ميكروباصات عندها مشاكل وفي تهور وبتعمل حوادث، موتوسيكلات عندها مشاكل وفي تهور وفي حوادث، كمان عربيات شباب بتجري بيها برضه عندهم مشاكل وفي حوادث وفي تهور. الموضوع بصفه عامه في مشاكل كتير وكلنا مشتركين في الاخطاء، مش حد بعينه، يعني ما ينفعش احمل حادثه زي دي للراجل اللي كان سايق العربيه البي ام، وما ينفعش برضه احملها للراجل اللي كان سايق الميكروباص، وبرضه ما ينفعش احملها للشباب اللي كانت نازله بالموتوسيكلات تقف في الشارع. كل واحد فيهم عليه قدر من المسؤولية وفي النهاية التحقيقات اللي هتبين مين اللي عنده القدر الأكبر من المسؤولية في حدث زي دي لكن احنا كدورنا دورنا ان احنا دلوقتي نقول يا جماعة من فضلكم عايزين في كل محافظة تراكات للسيارات وللموتوسيكلات يبقى بدل ما الشباب دي بتقف في الشارع يبقى عندهم مكان يتجمعوا فيه وانا كمان بقول لكم يا جماعة في ايفنتات كتير قوي بتتعمل للموتوسيكلات وللعربيات ملهاش حتى علاقة برات السيارات ايفنتات عاديه بس الناس بتروح تاخد تصاريح بتجيب عربيات اسعاف بتجيب تامينات وبيطلعوا الايفنتات بتاعتهم بدل ما تقف في الشارع، وعايز برضه اقول حاجه لاهالي الناس اللي بتسيب اولادها للساعه 3 4 5 الفجر، انت متبقاش عارف ابنك فين؟ واقف في الشارع، واقف في الشارع فين؟ ما هو خطر ما هو في ناس ماتت بسبب حاجه زي كده لازم كلنا يبقى عندنا مراقبه كويسه قوي لاولادنا نراقب الشباب دي نشوف بتعمل ايه رايحه فين جايه منين ما نسيبش اولادنا كده في الشارع كل دي برضه عوامل عشان كده انا بقول لكم مش هم اللي غلطانين بس ولا ده اللي غلطان بس لا كلنا غلطانين بالنسبه بقى للناس اللي بتتكلم في الموضوع ده في وسائل الاعلام والسوشيال ميديا كل واحد فيهم دخل في سكه ملهاش علاقه بالثانيه وكل واحد قال حاجه ممكن ما تكونش ليها اي علاقه بالموضوع زي مثلا اللي قال والله اللي بينظموا سباقات هم السبب في الكلام ده رياضه السيارات والمتسابقين وكل شويه نسمع عن تنظيم سباقات مال ده ومال الحادثه مال الناس اللي بتنظم سباقات ومال الحادثه دي مال الناس اللي المش... مسؤوله عن رياضه السيارات ومال الحادثه دي دي حاجه ودي حاجه انت تعرف علشان تنظم سباق بتعمل ايه لازم يبقى عندك تراك لازم يبقى عندك تصريح من الامن العام لازم يبقى معاك عربيه اسعاف لازم يبقى عندك سيفتي معين خاص بالاف اي اي علشان تعمل سباق ما فيه حوادث مش بنزل الشارع نظم سباق اي حاجه في الشارع تبقى ان دي غير شرعيه ودي ما تعتبرش سباقات ولا تعتبر رياضة سيارات أصلا دي حاجة ودي حاجة ودي الحتة اللي أنا بقى بقول للاتحاد المصري وبقول لوزارة الشباب والرياضة عايزين نزود شوية موضوع التراكات زي بالظبط ما في مراكز شباب خاصة لكرة القدم علش في كل محافظة علشان تجيب الولاد اللي في الشارع تدخلهم مراكز شباب احنا برضو عايزين نعمل تراكات في كل محافظة تجيب الولاد اللي بيلعبوا في الشارع بعربياتهم جوه التراك ده فيش حاجه اسمها هم دول شباب المرغني والعربيات بتاعه المرغني مال المرغني ومال الحادثه دي مال الولاد اللي هناك ومال الحادثه دي بس انا حبيت اتكلم في النقطه دي عامه لكن في نقطه مهمه جدا لازم هقولها وأعيدها واكررها رياضه السيارات ملهاش اي علاقه بالموضوع ده واحنا في انتظار التحيات عشان نعرف ايه اللي بيحصل ومع ذلك انا جبت ناس مسؤولين جوه رياضه السيارات علشان يقولوا لنا رايهم في اللي حصل ويقولوا لنا ايه اللي ممكن نعمله نقلل من تواجد الشباب في الشارع عشان نجيبهم جوه التراكات بدل ما يكونوا موجودين في الشارع بشكل او باخر مش لازم يكونوا بيعملوا حاجه غلط ومش لازم برضو يكونوا بيعملوا حاجه صح لكن اي حاجه تخص رياضه السيارات لازم جوه تراك مرخص وتراك مؤمن وواخد كل الصلاحيات ان انت تنزل فيه تعالوا بقى نشوف المختصين برياضه السيارات هيقولوا لنا ايه